انبسطت اليوم اول مره تحضر معك لله. اهلك ومعك اولادك؟ اكيد الواحد شيء جديد وتغيير جو شوي والاجواء الحلوه وتحسن مستوى النادي ان شاء الله. والله بادر احنا نشكر الهيئه العامه للرياضه ونشكر الاتحاد السعودي اللي اتاحتهم الفرصه، يعني شريحه مهم ان هي تحضر وتآزر ايضا وتستمتع بالمباريات، خاصه لما تكون كل الامور متاحه. ما شاء الله الان الامور تشوف كل من التنظيم الموجودين من كوادر وغيره، فبالتالي كل الاجواء مناسبه ان يحضر مباراه يستمتع فيها. اشوف في هدايا للعوائل نادي الخليج برئاسه الاستاذ فوزي الباشا ونائبه علي مشانه، يعني طبعا قالوا طبعا لابد ان يعني يعطون شيء بسيط يعني كذكرى لاول مباراه تكون في نادي الخليج انهم يحضرون فيها عوائل. قدموا هدايا عباره عن 20 شنطه فيها اطقم لنادي الخليج بالاضافه الى 10 عضويات لمده سنه كامله لين 2018. ان شاء الله نقول فال خير العوائل علينا اليوم ان شاء الله يا رب. قواك الله لابسه تيشيرت الخليج مبسوطه، كم تتوقعين النتيجه ان شاء الله؟ 4-1. ما شاء الله تبارك الله. تراهن معانا؟ اوكي تراهن معانا وشوف تعطيها ان شاء الله؟ نشوف لها هديه خاصه. تستاهل تستاهل. احس ان هذه الجلسه احسن من جلسه الكورنيش بعد، هنا تستمتع في المباراه افضل. والله هو تغيير حلو صراحه، شيء يطور من الرياضه. نحب نشكر يعني القيادات على هذا الشيء الجميل والخطوه الجميله بسموح العوائل حضور المباريات، ان شاء الله من تطور الى اخر. انا حابب اشكر الخليج ويا اخوي النجاح ومستانس انه بعد اعطونا جائزه. والله اتوقع ان الفترات القادمه راح تغطي وراح يكون وضعهم افضل من الرجال. العوائل هي المحليه الملعب فيه. جيب اهلك المباراه الجايه؟ باذن الله. الله يعطيك العافيه. العوائل شيء قاعدين قاعدين غير الجو وما في اي حاجه. متنفس. بالنسبة للعوائل، العوائل هم أمهاتنا، أخواتنا، بناتنا، هذا شيء زين يعني طيب أنهم يحضرون وتغيير بالنسبة لهم الجو. على السافك وبين أصرار حضن الموج والبحار، على السافك وبين أصرار حضن الموج والبحار ومن خير. صراحة شيء جميل خاصة مع الأجواء المطر، مرة استمتعنا والشيء حمسنا الأجواء ما شاء الله، يعني فريق الخليج أمتعنا بالأجواء. خمسة الحمد لله على العدو، وإن شاء الله يا رب يتأهل ويتقدم.